شك الأمر على استرداد السيطرة على مدينة درنا. يعود إلي السيد خالد ترجمان رئيس مجموعة العمل الوطني بليبيا. سيد خالد أهلا بك، وكنت أسألك قبل أن ينقطع الاتصال عن الناحية الاستراتيجية، الفائدة الحقيقية بالنسبة للمستقبل في الداخل الليبي من السيطرة أو إعادة السيطرة مرة أخرى على مدينة درنا. كما قلت لك، القوات المسلحة تسعى استراتيجية خاصة بدرنا حتى تجنب البلاد كثير من الدمار التي يرغب الدواعش ويرغب مجموعات القاعدة المتبقية في درنا من إحداثها في المدينة. وبالتالي هذا ما يؤجل إلى حد ما أيام على تحريرها. عندما تعود درنا إلى حضن الوطن يصبح شرق البلاد بالكامل قد تحرر من الإرهاب وتحرر من كل من ينتشق السلاح، فتصبح هناك مهام أخرى للقوات المسلحة خاصة في جنوب البلاد. وما يحدث من هجمات ومن غارات ومن تحالف ما بين بعض القوات المحلية في الجنوب مع بعض القادمين من تشاد ومن جنوب النيجر ومن جنوب السودان. على كل حال، هذه الأمور بالتأكيد تسبب بنا خطوات مهمة في طريق العمل على استرداد الوطن، في طريق العمل على بناء الدولة المدنية التي نحلم بها، وكذلك ستساعد كثيرا على فرز الأمور في غرب البلاد، حيث تتمكن ميليشيات ثلاث رئيسية هي ميليشيا غنيوة والكيكي وكارا في السيطرة على كافة المسائل داخل طرابلس، في السيطرة على المجلس الأعلى للدولة، في السيطرة على السراج وحكومته، وكذلك في السيطرة على مصرف ليبيا المركزي. هذه الأمور لا أعتقد أن العالم لا يعلمها. لا أعتقد أن العالم لا يعلم كيف يتم تهريب المشتقات البترولية، وكيف يتم تهريب البشر، كيف يتم تهريب العملة الصعبة من وإلى الدول المتأخمة لنا غربا. كذلك فائدة إيطاليا في السيطرة على مليتا وعلى أنابيب الغاز التي تصل من سهل جفارة إلى مليتا مرورا إلى إيطاليا عبر الخط البحري دون تكبد إيطاليا أي مبالغ لدفع للخزانة الليبية. هذه المسائل كلها أنا أعتقد أن عند تحرير درنا سيصبح من مهام الجيش الوطني القادمة هو العمل على استتاب الأمر في الجنوب، ثم الضغط على هذه الميليشيات إما بإيجاد طرق قد تساند الأمم المتحدة في مسألة نزع السلاح، وهذا أنا أرى أنه مستبعدا إلى حد كبير، أو بمنح القوات المسلحة العربية الليبية المزيد من المساندة والمزيد من الدعم حتى تتمكن من استرداد الوطن من هذه الميليشيات جميعها. مسألة درنا أصبحت مسألة مصرية بالنسبة لنا، كذلك تستطيع أن نؤمن المنطقة الشرقية ونقطع طريق الإمداد وطريق الإيصال ما بين مجموعات تقطع في الصحراء ولديها معسكرات ولديها تدريبات في الصحراء تمر عبر درنا أحيانا وعبر المنافذ الصحراوية باتجاه الحدود الغربية لمصر حامل السلاح والمقاتلين وتساهم وتعمل على عدم استتباب الوضع خاصة في المناطق الغربية لمصر وسيناء. طيب هذا الأمر بدون شك هو أمر استراتيجي هام بالنسبة لمصر وبالنسبة لليبيا. هذا من ناحية، من ناحية أخرى لكن دعني أسألك عفوا سيد خالد كي أنتقل فقط إلى نقطة أخرى وهي نقطة التسوية السياسية والاتفاق بشكل عام على إقامة أو إجراء الانتخابات العامة في ليبيا. هل تعتقد أنه يعني أصبحت المسألة الآن أقرب بعد السيطرة على كل هذه المناطق؟ هل تعتقد أنه تمضي ليبيا فعلا في إطار زخم العملية السياسية وإقامة الانتخابات؟ نأمل أن يتم ذلك، ولكن ما عودنا عليه الإخوان المسلمين الذين يريدون أن يكون الجزء هام من المشهد السياسي في ليبيا وهناك دعم من بعض الأطراف له، هذا الأمر سيجعل جماعة الإخوان تختلق الكثير من المشاكل من الأعذار، الكثير من
المناغصات حتى لا نذهب إلى انتخابات، لأنهم يعلمون بأن الذهاب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية سيكون في غير صالح هذه الجماعة. وأعتقد أن الشعب الليبي أصبح يعلم تماما أهداف هذه الجماعة، ويصبح يعلم تماما ما الذي تعالته بنا خلال السبع سنوات المنصرمة، وكيف استطاعت أن تستولي على الأموال وعلى السلاح وأن تسبب قلق. ليس يعني تعتقد أنهم سوف يحاولون عرقلة هذه الانتخابات سيد خالد؟ يعني نعم، هذا ما أشد ما نخشاه هي محاولة الأخوة المسلمين عرقلة هذه الانتخابات بدليل إصرارهم على أن تكون الانتخابات من خلال المسودة المعيبة والتي رفضها الشعب الليبي جميعها، على الرغم من أن بيان باريس يحث على إيجاد قواعد قانونية للانتخابات من خلال الإعلان الدستوري الذي سبق وأن أجرينا به انتخابات المؤتمر الوطني العام وانتخابات لجنة 60 وانتخابات كذلك مجلس النواب الحالي. فهذا الأمر هو الذي ستحاول من خلاله جماعة الإخوان المسلمين عرقلة هذه الانتخابات في أي شكل من الأشكال. ولعل كلمة السيد المشير في لقاء باريس كان واضحا للجميع بأن هذه جماعة ستعرقل كل الإمكانيات للذهاب إلى انتخابات والذهاب إلى الدولة المدنية، وأن القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن، قادرة على حماية أي استحقاق انتخابي قادم بفضل تمكنها من تحت الإرهاب من مناطق كثيرة من ليبيا. نعم بالضبط. شكرا جزيلا لوجودك معنا خالد ترجمان، رئيس مجموعة العمل الوطني في ليبيا.